هل يجوز أن أخذ بالقول الأيسر في مسألة واحدة وكانت من عالم ثقة وترك الأحوط لأنه يسبب لي إزعاج وملل من العبادة؟ عند اختلاف العلماء في مسألة من المسائل فالواجب على المستفتي أن يتبع قول من يرى أنه الأوثق والأعلم والأكثر ورعا، هذا هو الواجب. ومن معنى ذلك أن المستفتي يجتهد بين هؤلاء المفتين عند اختلافهم فيلزمه أن يتحرى فيقال من أوثق هؤلاء المفتون، من أوثقهم لديك، فإذا قال فلان إذن يلزمك أن تتبع فتواه. كما لو اختلف الأطباء، لو مثلا اختلف الأطباء بالنسبة للتشخيص أو للعلاج، أو تجد أن الإنسان يتبع رأي من يرى أنه الأعلم والأحذق والأكثر خبرة ودراية يتبع رأيه. وهكذا لو اختلف أيضا أرباب الصنائع الأخرى، لو اختلف مهندسون مثلا في معالجة مشكلة معمارية أو نحو ذلك، فتجد أن الإنسان في جميع الأمور عند اختلاف المختصين يتبع رأي من يرى أنه الأعلم والأحذق والأكثر خبرة. هكذا أيضا بالنسبة لأمور الشريعة عند اختلاف العلماء، فيلزم المستفتي أن يتبع رأي من يرى أنه الأعلم والأوثق، وليس له أن يتخير. التخير هنا قد يتخير ما هو ما يرى أنه الأيسر، قد يتتبع الرخص. عند العلماء يعني كلمة مشهورة من تتبع الرخص فقد تزندق. فإذا كان الإنسان سيتتبع الرخصة من هذا العالم ومن هذا العالم ومن هذا العالم، يعني هذا تتبع الرخص الذي أنكره أهل العلم. وعلى هذا نقول إن المستفتي يلزمه أن يتبع من يرى أنه الأوثق من أهل العلم في دينه وعلمه وأمانته. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.